كاين واحد الدواء اللي حاليا كيعالجوا به هذا الفيروس هذا ديال الفيب. فيروس كورونا راه ماشي هو الخطير، الخطير هو فاش كيتحور وكيولي عباره عن فيروس الفيب. الفيب هو الخطير والقاتل. السلام عليكم اصدقائي ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم لاباس وبخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي مهم بزاف، الا وهو فيروس كورونا القطط اللي ولا منتشر في الاونه الاخيره اللي الناس مازال ما لقاوش ليه الحل. غادي نشوفوا شنو هو كورونا القطط وشنو هو الاسباب ديالو والاعراض ديالو وكذلك الطرق اللي ممكن اننا نعالجوه بها. خليكم مع الفيديو. بالنسبه لفيروس كورونا عند القطط راه مختلف تماما على فيروس كورونا عند البشر. كيجيهم بالاسهال ويقدر ما يجيش داك الاسهال نهائيا على حسب المناعه ديال كل قط. حتى لهنا ما كيكونش فيروس كورونا خطير نهائيا. فوقاش كيولي خطير؟ حتى كيتحور وكيولي عباره عن فيروس الفيب. هنا كيولي قاتل، كيقضي على القطيطات في اقل من 25 يوم. غادي نتعرفوا على الاعراض ديال الفيب. الفيب فيه جوج الانواع، كاين الرطب وكاين الجاف. الرطب هو اللي كينفخ الكريشات ديال القطيطات حتى كتبغي تفرقع، كتعمر بزاف 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 بالسوائل وكيقطع التنفس ديال القطيطات، كيوليو ما قادرينش يتنفسوا لان الكريشه ديالهم كتنفخ بزاف. والثاني هو الجاف. الجاف كيكونوا عنده بزاف ديال الاعراض. اولا الكريشه ما كتنفخش، ولكن كيكونوا اعراض اخرى عباره عن اسهال حاد، عن حمى، عن فقدان الوزن، فقدان الشهيه، ويقدر يتحول حتى يدير شلل القطيطات او لا يدير لهم فقدان التوازن، ما يبقاوش قادرين يشدوا التوازن ديالهم، يبقاو يوقفوا ويطيحوا، ويقدر يدير لهم ايضا العمى لانه كيصيب بزاف ديال الاعضاء في الجسم ديال القط. بالنسبه لكيفاش كيجي القطيطات ديالنا هذا الفيروس هذا، مرارا وتكرارا كنقول لكم بان الفيروسات كتجي من الشارع، لان هي التكاثر ديالها والبؤره ديالها كتكون في قطط الشوارع، لانهم هما اللي كيكونوا عايشين مع بعضياتهم، هما اللي كيكونوا كياكلوا مع بعضياتهم، كيقيسوا البراز ديال بعضياتهم، كيقيسوا اللعاب ديال بعضياتهم، كينظفوا بعضياتهم. يعني البؤر ديال الفيروسات كتجي من الشارع. هذا الشيء علاش ما تخليوش القطيطات ديالكم يخرجوا، لانه غير اذا قاسوا شي كاكا ديال شي قطيط فيه هذا الفيروس هذا فراه غادي يهزوها منه. اما بالنسبه للعلاج ديال هذا الفيروس هذا، فاش كتكون القطيطه كريشتها كتبدا تنفخ وما نعرفوش السبب ديال هذاك الانتفاخ، تكون ما حامله ما والو والكريشه كتزيد وكتنفخ، فناخذوها للطبيب. لانه اي مرض فاش كيكون في البدايه ديالو كيكون سهل التغلب عليه، بعكس انه فاش كيوصل الاواخر ديالو فكيكون السيطره على داك المرض صعيبه بزاف. فكاين بعض القطيطات اللي كيكون المرض ما اشتدش عليهم بزاف، فكنديوهم للطبيب كيخوي لهم الكريشه ديالهم من السوائل وكيعطيهم واحد التريتمون. هنايا ما كيبقاوش يتخنقوا، صافي كيبقى صافي كريشتهم تقدر ما ترجعش نهائيا تعمر بهذوك السوائل، يعني على حساب الحده ديال الفيروس، لان احنا كما عارفين بان الفيروس كيكون فيه بزاف ديال المراحل. فكاينين مراحل اللي كيبراو غير بمجرد اننا كنخويو لهم الكريشه ديالهم من السوائل وكنعطيوهم واحد التريتمون صافي كيبراو. ولكن كاين بعض الحالات المستعصيه اللي ما كيبراوش بهذه الطريقه هذه. كاين واحد الدواء اللي حاليا كيعالجوا به هذا الفيروس هذا ديال الفيب، ولكن للاسف انه ما متوفرش بزاف، قليل، كاين غير في بعض الدول وصعيب بزاف باش انك تحصل عليه من ديك الدوله هذيك. بالنسبه للناس اللي عايشين خارج المغرب فراه يقدروا يحصلوا عليه. انا غادي نخلي لكم الصوره ديالو هنايا. هو عباره عن ديزانجكسيون كياخذوهم القطيطات لمده 84 يوم. واخا الثمن ديالو شويه غالي، ولكن القطيطات ديالنا كيكون الروح ديالهم اغلى، خصوصا الناس اللي ديجا عاشوا مع دوك القطيطات وما كيقدروش انهم يفرطوا فيهم، فراه غادي يديروا المستحيل باش ياخذوا ليهم هاد الدواء هذا. وكما قلت لكم اصدقائي فراه كاين بعض الحالات اللي يقدر يعالجهم غير البيطاري. هذاك الشيء علاش ما تبخلوش على القطيطات ديالكم، غير تشوفوا الكريشه ديالهم كتنفخ او تشوفوا عندهم بعض الاعراض من الاعراض اللي ذكرت لكم فخذوهم للبيطاري، لانه راه كاين بعض الحالات اللي كيتشافاو من هذا الفيروس هذا، ولكن كاين بعض الحالات اللي كيكون الفيروس اشتد عليهم بزاف بزاف، فهذوك راهم كيموتوا. واذا قدرتيو توفروا لهم العلاج فراه غيتشافوا ان شاء الله. وبسلام عليكم اصدقائي، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وخليو القطيطات ديالكم في الدار، ممنوع الخروج نهائيا.